كفارة يا إبراهيم. إيه يا ابني ساكت ليه؟ ما أقصدش يا باشا، بس بصراحة مش عارف كفارة دي بترد عليا تقال إيه يعني. طب والله معاه حق، تصدق أنا كمان ما أعرفش بترد عليا تقال إيه؟ طب نغيرها يا سيدي. الحمد لله على السلامة يا إبراهيم. الله يسلمك يا باشا. شوف بقى يا هيما، بما إننا اتقابلنا قبل كده وتعرفنا واتكلمنا، فاحنا هنخش في الموضوع على طول. جو، شوف يا هيما، اكيد احنا مش مخرجينك من السجن عشان سواد عيونك، لازم تفهم ان احنا عايزين مقابل. ايوه يا باشا، بس انا صرفت الفلوس كلها. بالراحه على الواد يا جو، بالراحه عليه، خش له في الموضوع اسرع. احنا مش عايزين منك فلوس، بالعكس احنا هنديك فلوس واكتر من اللي انت خدتها بكتير، بس لازم تفهم ان لينا طلب بالمقابل. يا باشا انت تأمروني. ما يأمرش عليك ظالم يا حبيبي، الامر لله. احنا عايزينك تبقى معانا، ومعانا احنا وبس، ده لو بتفكر في مصلحتك ومصلحه اخوك، لو عاوز يعني. بس الطلب بتاعنا لو ما تنفذش بالحرف زي ما خرجناك من السجن هنرجعك ليه تاني. انت القضيه بتاعتك لسه مفتوحه طبعا، مفيش فلوس. يا باشا انا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس انا مش عايز ادخل السجن تاني، وبعدين يعني انا عايز فلوس. بحب الفلوس قوي. كلنا يا باشا. حاضر ابراهيم، هتاخد فلوس. فبعت بقى حد من مكتبه يخرج ابراهيم. يبقى هو اللي مورط التوريطه دي. بس ليه؟ انا اللي مجنني ان ابراهيم ازاي يخش في السكه دي؟ ده اخوه عمره ما حط السيجاره في بقه. مش وقته، احنا لازم نعرف حسام ناوي على ايه، لان ده شيطان وممكن يعمل اي حاجه. هو جرب قبل كده ياخده في صفه، واكيد دلوقتي بيخطط لحاجه جديده. بقول لك ايه، انت لازم تقرب من ابراهيم وتسايسه، وتعرف منه بالظبط حسام ناوي يعمل ايه. اديله الامان عشان احكي لك. هحاول، بس ده عيل دماغه ناشفه وما بيكبرش لحد وما يسمعش غير كلام دماغه. لازم يا مصدي. ماشي، انا مش عارف اقول لمحارب ايه دلوقتي. اقول لاخوك بيشرب مخدرات واتقبض عليه، ولا موالف على اللي هيلف حبل مشناح حوالين رقبتك؟ اقول له ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا حاج. تشرب شاي يا اخينا؟ اه شويه شاي والنبي. من عيوني. حاضر. ايه النحت ده؟ ده انا ما شفتش حظ زي حظ يا ربي. لا حول ولا قوه الا بالله. تفتكر يا امك هو ده اللي بيحصل لي ده عشان ما البسش الفانيلا بالمقلوب؟ تعال بالشيخ وساعدني في السجن، بتورطني وطيران. ايه الدخله دي يا ابراهيم؟ دخله انت لسه شفت دخله؟ ده انت لو ما جبتش الفلوس لحد ما اخلص عليك دلوقتي. وانت عايز اعمل لك ايه؟ ما لازم اقول لك يجوا يلحقوك، ولا مش انا وانت سوا؟ اهلي من بره، اهلي ده هو احمد عمي محلك يا عم. ما ينفعش اللي بتعمله ده. اللي بتعمله ده اطلع بره. ما حدش يلمسني. اطلعوا بره. ما حدش يلمسني. هم مين اللي حاسب على الحاجه اللي اتكسرت دي؟ انا خدها منه يا عم حاسب، ولا احمد عمي محلك. انت فين يا انجي وقافله تليفونك ليه؟ وازاي تسيبينا في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مش كده، بعدين تقلقي البنيه يا اختي. ابوكي لما عرف انك مشيتي مع اخوات محارب ما استحملش ووقع من طوله، واحنا دلوقتي في المستشفى. مستشفى ايه وايه اللي حصل؟ انا جايه لكم، جايه لكم دلوقتي. سلام. في ايه؟ في ايه؟ امي بتقولي ان لما ابويا عرف ان انا سافرت طب ساكت وحجزوه في المستشفى. ان شاء الله خير يا حبيبتي، ما تقلقيش. يا بنت ابوكي شديد وهيقوم منها، ما تقلقيش. انا السبب، انا السبب في كل الهم اللي بيحصل ده. حبيبتي ما تقوليش كده، خير ان شاء الله. مش هسامح نفسي لو جرى له حاجه، هو تعبني او بيجي عليا، بس هو ابويا برضك مهما كان. لازم تروحي له يا حبيبتي. لا استني النهار يطلع، النهار ليه عينين، وندوا خبر لستي. طيب انا لو رحت مصر هتيجي معايا؟ Thank you.
انت بس يا رب، وانت عارف كل حاجة وعارف اني بريء يا رب، وما عملتش اي حاجة. ساعدنا اخلص من اللي انا فيه، خلاص انا طقت كده خلصت، وعايز اشوف امل اعيش بيه ولا حياتي كده خلصت. انا مش عارف اعمل ايه، وجاي طالب رضاك عني، يا تخلصني من اللي انا فيه يا تقويني وتعيني.